هذا الشيء بزاف والله الا بزاف والله الا تقهرنا. بالنسبه للعيد اخويا كي غندير مع العيد على العيد اخويا اللي داير 5000 درهم كي غندير معاه انا راه بزاف. يلاه كي غيدير حتى غيشري الدرويش هذا العيد داير 5000 درهم بيني وبينك اللي خدام ب 3000 درهم كي غيدير تيشري ب 5000 درهم. حنا مثلا كنهضروا على اللي فايت شويه وخدام ب 3000 درهم كي غيدير حتى غيشري الحولي ب 5000 درهم. وكي اللي عنده 5 الاولاد 6 الاولاد ضروري خصو يعيد لهم. يعني واخا تضطر تقول العيد غنلغيه ما نعيدش ولكن راه الوليدات كي غدير لهم راه مشكله اخويا والله الا مشكله صراحه. لكن كلينا العصا كلينا العصا يعني صافي ما بقيناش قادين نهزوا الراس صافي تقهرنا والله الا تقهرنا والله. ايوا بنادم راه ماشي خاصك على خمسه كتشوف 5000 درهم بحال انا دابا بين نهار وليله بنتي 3000 درهم قسما بالله الا 3000 درهم ملي خسرت على عسكالير درته ب 1000 درهم عدد تحاليل عدد وعاده والله الا 3000 درهم وغنقدر وغنشري حولي انا ب 5000 درهم. هادشي خويا راه ما كاينش هادشي راه ما عمرنا شنا والله الصراحه زعما الله يصاوب وصافي. هاد الاسعار راه هادشي كيضرب في القلب باش نكونوا صريحين وندرجوا بعضنا بعض. واش بالله عليك باقي عندنا حنا الانسان في القطاع الخاص خدام ب 2000 درهم هادشي كيضر في القلب. نطلبوا ربي هاد الحكومه اللي حنا صوتنا عليها ونوينا فيها زعما الخير وما لقيناهاش في المستوى يعني بينها تراعي 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 الدرويش. الدرويش راه كيتقطع كيف يعقل دابا حولي كيقول لك 7000 درهم 8000 درهم وواحد خدام ب 2000 درهم باش غيشري خروف صغير كيقول لك 2500 درهم. المواد غلات البوطه زايدين فيها واش عيبت لابوطه ولات ب 50 درهم كيف يعقل كيفاش غيعيش هاد الدرويش؟ قولوا يا كيفاش غنعيشوا؟ حنا الدراويش كنقولها بالدارجه بحالك طلبوا ربي الله يدير شي تاول ديال الخير. وهاد الحكومه راعي الدرويش راه كيتقطع راه راه شاده النفس راه النفس شاده راه كاين اللي كلها بعالم به الا الله. نتمنى والله يدير شي تاول ديال الخير. هادشي والله الا تقهرنا بزاف عنينا ما بين تنعس وتفيق وتلقى كل حاجه تزادت بزاف عنينا. بالنسبه للانسان كيتوشي 2000 درهم باش غيعيد ب 4000 درهم من هنا يجيبها غيتسلف هذاك اللي غتمشي عنده يتسلفك هو اصلا واخا يكون عنده ما غيسلفكش لانه هو اصلا ما عندوش. بالنسبه باش تنعس تفيق تلقى زياده بزاف. انت هاد الزياده زدتيها فين؟ فكرتي لنا حنا في الطب فكرتي في التمدروس فكرتي في الصحه فكرتي في شحال من حاجه هادشي كله ما كاينش. وحنا بالاصوات ديالنا باش كيطلعوا هاد الناس الحكومه راه بالاصوات ديال الشعب ديال الشعب هو اللي كيطلع الحكومه. مي دابا ما كاينش والو. اشنو حنا الصوت ديالنا تبهدل موراكم؟ حنا عطيناك الصوت ديالنا باش توقف معانا ماشي تكون ضدنا. هاد الغلاء هادي راه ضد الشعب ماشي ضد هو راه ضدنا حنايا. انت الحمد لله ميسر لك الله ولكن كاينين الناس راه ما لاقيينش حتى باش حتى باش يدير. كاينين الناس حيدات البوطه الكبيره حيداتو خدمات صغيره على قبل الغلاء ديال هذيك البوطه. او في الدقه والحين 10 دراهم طحين 10 دراهم الزيت ولات بصلات 100 درهم بطاطا 10 دراهم بزاف بزاف. اش كي غدير انت غتعيش وغتعيش ولادك وغتقابل الصحه فين غترد هذا المبلغ انت اللي كتوشي في الشهر فين غتردو؟ ما عندكش فين غتردو واخا تقسمو كاع دير لي واحد البلان ما غيخرجكش يعني نورمال ما غيخلصكش. رئيس الحكومه من طبيعه الحال غنقول انت جيتي ضدنا ما جيتيش معانا. يعني الحكومه راه خصها تكون معانا ما خصهاش تكون ضدنا. راه حنا اللي حنا مع الحكومه هي خصها تكون معانا. وباش يدخلوا لنا حوالا ديال الصبليون انا هنا بنت البلاد خصني نشري ديال البلاد ما نشريش ديال الصبليون. والصبليون اصلا هو داخل رخيص ومحسوب علينا حنا غالي على الزعمه. فين المراقبه؟ ما كايناش مراقبه ديال هادشي.